سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائلة من وهران تقول: بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أختي كانت مريضة بمرض خبيث عافانا الله وإياكم، متزوجة وأم لثلاثة أطفال، زوجها رجل كبير في السن وليس لديه أقارب، مقطوع منصجع، وبعد صراع طويل مع المرض لمدة 5 أعوام، وفي الأشهر الثلاث الأخيرة أصبحت طريحة الفراش لا تتحرك إلا بمساعدتنا، كنا نهتم بها وبأولادها. وبعد مرور 40 يوم من وفاتها، نعم ماتت، وبعد مرور 40 يوم من وفاتها رحمة الله عليها، قررت أن أزوج زوج أختي الكبير في السن، وهذا للم شمل العائلة وفتح بيته من جديد. وبعد العثور على الزوجة المناسبة التي قبلت بحالته، تم عقد القران، ولكن زوجي يتهمني بمخالفة شرع الله، وهذا بعدم انتظار مرور سنة كاملة لتزويج زوج أختي المتوفاة. أرجو من سيادتكم الفصل في هذا الأمر، وهذا لأطمئن وليطمئن بالي. والله غير فعلتي حاجة عظيمة وحاجة تؤجرين عليها عند الله. وفكرة أن الرجل إذا ماتت مرته لازم يستنى عام غير صحيحة، الرجل لا يعتد، العدة للمرأة، هذه فتوى باطلة غير صحيحة. وانت مادام شفتي باللي راجل اختك شيخ كبير وفي حاجة لمن يخدمه وقدرتي المسألة وزوجتيه، عندك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وبارك الله فيك وربي كتر من أمثالك، وبأمثالك لنفتخر. هذه اللي نعيطوا لها لالا، هاي لالا، شوف راجل خوتها توفات وزوجاته ووقفت معاه، شوف ماشي واحد اخرى تصيبهم هما مرأة مزوجة يروحوا يطلقوها، راجل مزوج مهني مع مرته يروحوا يطلقوه، يعمروا له راسه على مرته. شوف خوتها ماتت الله يرحمها، وزوجاته بارك الله فيك وربي يجازيك، ربي يجازيك يعني بامثال هذه الافعال، ربي بعد البلاء على وهران كلها ان شاء الله. سائل يقول: كيف تزعم جواز الدرس يوم الجمعة قبل الخطبة وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود. هذا الحديث صحيح، ولكن الفهم نتاعك لي ماشي صحيح، الفهم نتاعك، وكم من معيب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. النبي عليه الصلاة والسلام، هاي نحاولوا نفهموا غير بالعقل، ها يا خاكو قاعد تسمعوا، ها، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. قبل صلاة يوم الجمعة واش كاين؟ واش كاين؟ يا كاين الخطبة. قبل الصلاة واش كاين؟ كاين الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم باش يديروا حلقات والإمام يخطب، وهذه باينة. شكون هذا اللي يروح يدير حلقة تحلق، حلقة 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 والإمام فوق المنبر؟ ولكن انتوما راكو تحرموا الدرس قبل الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحلق قبل الصلاة ماشي قبل الخطبة. قبل الصلاة، ها نعاون نقرأ لك الحديث اللي جبته لنا انت. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، فإذا نهى رسول الله عن التحلق قبل الصلاة، فمن أين جئتم بالنهي عن التحلق قبل خطبة الجمعة؟ من جبتها؟ كان الإمام مالك يدير الدرس تاعه قبل الخطبة، وكان سيدنا أبو هريرة يدير الدرس تاعه حتى يجي سيدنا عثمان يتوقف. واشنو انتوما؟ الله غالب، انتوما مبرونشين مع المشايخ نتاعكم في بلاد واحد اخرى، قال لك بدعاك تقول بدعة، غدوة يقول لك سنة تقول سنة، انتوما مقلدين، ما راكوش عارفين كاع كوعك من بوعك.
حابين ينحوا الدرس، الناس يوم الجمعة يروحوا يسمعوا الدرس. حتى أني قرأت لأحد كبار الحشوية في الجزائر، قريت له فتوى يقول بلي درس الجمعة كأكل الجيفة، هكذا كأكل الجيفة، ثم يروح ليه غير اللي رايح يموت، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويزيد يقول لك باللي الدرس تاع الجمعه دارته جمعيه العلماء المسلمين، ما كاش منها جمعيه العلماء المسلمين، تبعوا العلماء اللي قبلهم واللي قبلهم تبعوا اللي قبلهم حتى الى عهد الصحابه رضي الله عنهم. سؤال يقول هل صحيح افتى البوطي بجواز السجود لبشار الاسد؟ يا اعوذ بالله يا اعوذ بالله، كاين مسلم يفتي بجواز السجود للحاكم؟ والبوطي مستحيل يقولها وما قالهاش، وهيلك القصة كيف وقعت، باش ما تكذبوش على العلماء وعلى الصالحين وعلى الدعاة. البوطي جاوه مجموعة من الشباب قالوا له والله بعض الميليشيات التابعة للحاكم يقبضوا الشاب ويحطوا له زربية فيها تصويرة تاع بشار الأسد، يقولوا له اسجد البشار ولا نقتلك، السجود او القتل. واش قالهم العالم ليحقن دماء المسلمين؟ شوف الذكاء تاع العالم، قالهم اجعلوها بساطا واسجدوا عليها، ديروها بساط كيما زربيه، زربيه فيها النمر، زربيه فيها ليليفون، زربيه فيها زرافه، اجعلوها بساط واسجد عليها، بمعنى اجعلها كيما واحد زربيه فيها النمر كي يزد او يزد للنمر، يا خاوي يزد لربي. قال لهم اجعلوها بساط واسجدوا لله، فهمت كيف؟ شوف عالم باش يسلكهم الدم، ماشي قال لهم اسجدوا لبشار الاسد. يجي انسان دوكا يكذب على عالم، يكذبوا على العلماء، حسبنا الله ونعم الوكيل. سائل يقول انا سائله تقول انا فتاه كثيره الاكل، الله 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 يجعل خير، انا فتاه كثيره الاكل، احب الاكل، مهووسة بالأكل، وقد خطبني أحد الأساتذة، الله يجعل خير، ويريدني للزواج، فهل أخبره بهذا العيب؟ أولا الأكل الكثير عند علماء المالكية ليس عيبا، أفتى علماء المالكية أن المرأة اللي تأكل بزاف ماهوش عيب واجب تقول اللي جاي يخطبها، ولكن قال الإمام الصاوي هو ليس عيب ولكنها مصيبة نزلت بالزوج، يعني المصيبة كاينة ولكن ماهوش عيب. وانت الحمد لله كي تقولي بلي خطبك استاذ، وحنا رانا نسمعوا بلي الاساتذة زادوا لهم في الشهرية وهم يخلصوهم مليح وهم سمعوا بهم الدنيا كاع بلي زادوا لهم، ماش عليه ما تقولي لهش ان شاء الله يوكلك ويشبعك ويفشك وكاع. هذا ليس من العيوب التي يجب ان تقال، ولا شيء عليك، اتزوجي وكولي ومبروك عليك وربي يرزقك ويرزق زوجك ان شاء الله. سائل يقول عندنا مصلى في الشركة، هل اذا دخلناه نصلي تحية المسجد؟ تحية المسجد هي سنة في المساجد وليس في المصليات في الشركات. واحد عنده في مطعم داير مكان وين نصلوا، واحد في الحمام داير مكان وين نصلوا، لا، هذه المصليات كلها لا تسن فيها تحية المسجد. تحية المسجد سنة في المساجد اللي فيها إمام راتب، إمام راتب ومحراب أكو تعرفوا، نظن أكو تفرقوا بين مسجد حقيقي والمصليات المنتشرة في كل مكان. سائل يقول ما حكم الصلاة بين الأساطين، يعني بالعرس؟ الصلاة بين الأساطين مكروهة إذا كان المسجد متسع، إذا المسجد متسع، أما إذا ضاق المسجد فتجوز الصلاة بين الأساطين، ولا شيء عليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه على بالي تزايد وخدت قاس هذا يقول لك تعمل انا عبد القادر يحبوا تزايد.